الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 114، مصطلح اقتصادي من لسان العرب الاقتصادي، معجم المصطلحات الاقتصادية. عنوان المصطلح: كلفة التعاقد، بيع أو شراء أو استثمار، Transaction Cost. كلفة التعاقد، بيع، شراء أو استثمار، Transaction Cost، في مجال الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاقد حول بيع أو شراء أي سلعة ملموسة أو غير ملموسة، هي كلفة أو كلف منظورة وغير منظورة يتحملها البائع أو المشتري أو الاثنان، تتضمن أثمان الأشياء الأخرى غير السلعة المنوي التعاقد عليها، ومنها كلف النقل والاستشارات الاستثمارية والقانونية وكلف التسجيل وتثبيت الملكية والعمولات المدفوعة لأطراف أخرى، وربما تشمل كلف بدل الوقت الضائع في إتمام المعاملات وتحضير الوثائق المطلوبة. فكلما تضمنت بيئة البيع والشراء والبيئة الاستثمارية كلفة تعاقد عالية، قل إقبال المشترين والمستثمرين على الاستثمار داخل الاقتصاد الذي يعاني من مثل هذه الكلفة.